مرحبا بكم. هناك سؤال هام يجب أن أسأله لشركة ديزني. ما السبب لجعل نهاية بعض الشخصيات حزينة وبائسة في أفلام ديزني؟ حسنا، نتفهم أن الشخصيات الشريرة تستحق ذلك، ولكن لما الشخصيات الجيدة؟ لما يضعون نهايات لهم جعلتنا حتى نبكي حزنا على تلك الشخصيات؟ هل تعلم أي من تلك النهايات كان الأتعس؟ حسنا، استمر بمشاهدة هذا الفيديو وسوف تجد الإجابة. أرييل في فيلم ليتل ميرمايد. للوهلة الأولى تبدو أرييل وكأنها سعيدة الحظ بعد أن فازت بالأمير وبدأوا في الإبحار سوياً، ولكننا نسينا أن الأمير أريك لم يقع في حبها سوى لجمال صوتها، وهذا لا يعد سبباً قوياً لإنجاح أي علاقة زوجية، بالإضافة إلى تحولها لبشرية تاركة باقي عائلتها في البحر ولم يعد بإمكانها العودة إليهم ثانية. الحيوانات المفترسة في فيلم زوتوبيا. مرت الحيوانات المفترسة المساكين في فيلم زوتوبيا بأوقات عصيبة للغاية، فقد تم اختطافهم وتسميتهم وأظهرتهم وسائل الإعلام على أنهم هم الوحوش، بالإضافة إلى أن تعدادهم بدأ في الانخفاض كثيراً مع ارتفاع جرائم خطفهم. مستر سمي في فيلم بيتر بان. مستر سمي الخادم الوفي لكابتن هوك كان يستحق حياة أفضل من تلك، حيث تركه كابتن هوك مع باقي أفراد الطاقم في حالة مزرية في مواجهة التماسيح المفترسة. فيلم الثعلب وكلب الصيد. قد يكون ذلك الفيلم هو الأتعس بين أفلام ديزني. تود الذئب الصغير الذي يصادق كلب الصيد كوبر، ولكن قدر لهم أن يتحولا لأعداء، حيث كان يفترض على كوبر أن يقتل صديقه تود إرضاء لمالكه، وفي النهاية انفصل الصديقان وبقي كوبر مع مالكه العدواني. الأختين القبيحتين دريزيلا وأناستازيا. أخوات سندريلا اللتان بدوا لنا شريرتين لم يكونا كذلك، حيث كانت كل أفعالهما تلك بسبب والدتهما التي رغبت لهما الزواج من الأمير فقط من أجل المال لنفسها، بالإضافة إلى أنهما كانتا ينظر إليهما على أنهما أقل جمالا وذكاء من سندريلا، وفي النهاية نجحت سندريلا في مغادرة ذلك البيت المشؤوم وبقيتا هما تحت إمرة تلك الأم الشريرة. فيلم أحدب نوتردام. ذلك الفيلم قد أفسد علينا قصص الحب السعيدة التي اعتدنا على مشاهدتها في أفلام ديزني. كوزيمودو الذي وقع في حب أزميرالدا كاد أن يموت من أجل أن ينقذ حياتها، ولكنه بعد أن نجا وعاد إليها تفاجأ من أنها قد وقعت في حب شخص آخر، فلم يجد أمامه سوى التنازل من أجل سعادة حبيبته ومباركة علاقتها الغرامية الجديدة، فأصبح بذلك الفعل بطلا في عيون المشاهدين، إلا أنه في الأخير افترق عن حبيبته بشكل مأساوي. ياغو في فيلم علاء الدين. الببغاء ياغو الذي كان جاسوسا وصديقا ساخرا لجعفر الشرير لم يكن شريرا قط، بل كان مجبورا على تنفيذ رغبات سيده، وفي النهاية بعد أن لعن بصحبة جعفر وتم حبسهما في المصباح هرب وعاد لعلاء الدين وياسمين وأصبح وفيا لهما، إلا أنهما توجها لرحلتهما وتركوه وحيدا في القصر دون أصدقاء. ماليفيسنت. ماليفيسنت هي واحدة من أكثر شخصيات ديزني شرا، والتي ماتت في فيلم الكرتون الجمال الفائق، ولكن في الفيلم السينمائي لم تكن بكل ذلك الشر، حيث كانت تحاول إنقاذ شعبها وإن كان قد تمت معاملتها نفس معاملة الشخصية الأصلية في الفيلم الكرتوني لكانت لاقت مصيرا مشؤوما. بينج بونج في فيلم إنسايد أوت. لا يوجد شخصية أكثر حزنا من بينج بونج صديق رايلي الخيالي الذي كان دائما سعيدا وطيبا ويساعدها على حماية ذكرياتها، ولكنه بعد ذلك يضحي بحياته لإنقاذ ذكريات الفرح، وبما أنه كان جزءا من تلك الذكريات فقد تم محوه كليا من ذكريات رايلي. أعتقد بأنه كان يستحق مصيرا أفضل من ذلك. والآن دورك لتخبرنا في قسم التعليقات، أي من تلك الشخصيات برأيك تعتقد أنه استحق ذلك المصير البائس، وأي منهم تعتقد بأنه قد ظلم؟